اسلام دین دی صد لهای دستک رکن تیر و اسلام دین دی حق سوی صد لهای رکرار تیر کلمه شهاده دین معنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بخاري ومسلم روايتنا حديث پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهزوة بني الإسلام على خمس إسلام دين دي فندامنت ود استكت الله يعني ود استكي كلمة شهادتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله له وكاب واتسفر كاب قلت خونيا زكاة قونيا حج ورمضان سيو خونيا صد لهاي دستك صد لهاي ركن لهنا كلمة شهادت يعني مصر من توشير إنسان إسلام دين ديس حق ديلا كلمة شهادت خزوة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يعني إذا شهيد والإزوة أوش لهنا الله لا غير عبادة لا يخمس إله ومحمد الله تلدن إلتي وبيغمبر إلهنا إلتي وبيغمبر إلهنا تستقانو يعني أم الله تلدقن وبيغمبر إسلام دين الله تعالى دين إنسان رو أقعرون بطل شيرون بطل وهذا غن غنوي دين تستقرون وأم بيغمبر بيغمبر والتستقرون وهذا سبعة قط نقول قفار حديث صار يريد تستقر زوا وجز أم يدلن بركان زوا والله تعالى ديز أنجح هذا جوزة نوي شريعة تل عبادة يزوا يعني الله تعالى ديز مقال جزوا مقوه جزوا يرق أنجح محمد پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم قوزة تنوي إسلام دينية شريعتية و لا إله إلا الله معنى الله لا غير عبادة تزلايخ مسا إلهار غزار أوش لهاي جالي أو دنيا تنوى أما أبرز لايخ توش وشيز لهاي تا سشين خالموش سشين صاحبارن توش الله تلد خالموش دهبر ويري و كلمة شهادة رب دل غزوة اگر چيز واشيس كيتا وچين چلا الله هيتاني جناني جزوة و ان لحوزوة غفارز فكر غنا كانزوة و چير خنا كانزوة وچي وش لحوزوة تا و وان قده وال مثال دي لحنا كانزوة كلمة ياريا و كلمة شهادة تيز قوي دستك قوي ركنوا انكارو و تستقارو اثباتو صد لحي دي انكار لا إله يعني أوش لهنا الله تلاقي غيري يعني ما سإلها روش دنيا دل سإلها نوش عبادة تزلايخ إلا الله سألله لا غيري ها وإسلام وكلمة شهادة تز شرط أروى شرط أر صد هايدي تشيروال أوامليز أكستير الله تضل هايوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك تشيرخك أو شير دي الله لا غير عبادة تزلايخ ما سإله وجوان قناه دي استغفار باغش نمش طلبيه وإمام مسلم حديث پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهنوا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وش دنيا دلا فين وطا چيز چيز كلمة شهادة الله إلا خلق چيز چيز أم جنة تسفنا لا إله إلا الله لهنا قد لها شرط يقين يعني شك تكون الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا حقيقة مؤمن الأبريا الله دكني وأدن رسول دك إماغنا أخبى شك تخيبر وحديث الله عنه كلمة شهادة شك وشيز نيل هايتا جنة تسفنا حديث إمام مسلم روايتنا وبدل هاي شرط خالص مشرك أي إخلاص الله شرك تز أكستير يعني ركع عبادة الله تلا غير ما سقط آر إلى هاركتون توم الله تلا هاي وال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أبرز قنوي أمر أنجخ خالص إخلاص تل مشرك الله تل عبادة توم حنيفيز مشرك تو چيز كاب أمو وزكاة كون أنجخ هاهين أمر تير أبرز قنوي دي وحديث تل هنوى وردن بخطلو إنسان قيامة قز شفاعة كاس ويدي لا إله إلا الله خالص مشرك أي لهاي دي إمام بخاري دي روايتنا وقود لهاي شرط صدق يعني تاب كوچيز الله تعالى يقول
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق غزتا نويدي وتستقر نويدي تستقر نويدي ابو الحبر يا الله تكاك جبور صدق غزتا نويدي محمد بيغمبر يا صلى الله عليه وسلم والصدق يعني لا اله الا الله عبد الله بن عباس الله يوال الله هدلا رزقري وحديث تتنوى ني شهاد كلمه شهادت لهنا وشي يعني صدق سيركين صدق داي ني لهايتا الله تلدي جهنم دين صاي حرام ارنو امام بخاري دي روايت نو ود لهي شرط برا كان خو ان هو كلمه شهادت الله دين اسلام پیغمبر مسلمانار الله تعالی دز برا كان زوي خو انسانار و يا كي عملار برا كان خو الله تعالی دز كان زوي انسانار عملار دك ان خو اگر حق تا خيتا كلي الله تعالی شو زوتا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله تعالى اجر الله تعالى پیغمبر دين اسلام بركاته خيتا اسلام دي تتنس خوي الله تعالى دي كونك دين خلقار هلكنا تلفنا اخ دين خلقار اراد ازغدا الله تعالى بركان زوي و الله تعالى دي نحبور بركان زوي و حديث تلهانوا نيرك اي بوت شي خانس خوي ادا ايمان دي شيرين ولين دادا كونوا ابر كاسدني الله ني و ادا رسول محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويري انسانرلا ويري شيرلا بارا كان خون و الله تعالى ديز بارا كان زولان سهيمتن بارا كان خون و ياكي الله تعالى ديز سهيمتن دكا زولانا دكا خون و رغد لهاي شرط متوخون متوخون ريك اي مثال دي وعمل ده دي يعني كلمة شهادة غزوي ده الله تعالى مثلا القرآن دي وش تكدل كابي لهنوا متوخ خانا كانزو زكاة سلاحنو قد قد تكدل برا قد قد لا برا تكرارنو زكاة سلاحنو متوخ خانا كانزو الله تعالى غزوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له توبؤنا كرب دين بتوخشا كرب ديك القيغ ومتوخخ إريد هاي وآخر مجي شرط قبلو كلمة شهادة دي وش طلب زوتا قبلنا كان زوا قرآن ده وش تنوتا تستقار زوا وش أي لحن وتا أهونا كان زوا الله تعالى زوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون حقيقة أبرز لها إله لا إله إلا الله أوج الله لا غير عبادة لا يخمس إله أبري تكبر والزوا شبي شابي ناقزوا وجرخوخ أي مسلمان عمل قبول خون بطل قشارت أويدي صد لهايدي نيت دزجين خون قد لهايدي عمل دزجين خون نيت يعني تك الله تلدين رزي والقزمشون بطل هذا امر كان ولهوز هذا زوا سواب كانس جنت ركوز الله تعالى دين رزيوال قزام شون بطل الله تعالى دين اجود كغاتون يتل اوه الك يعني خالص مشركاي الك ويد سي تكس الله سبحانه وتعالى وقعد له ديني عمل دزغون كون يعني محمد پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم شريعه تخقل دزتون ها شريعه تاتن وتا ام دزغون عمليه اگر شریعت تخکل دوست داشت و نیت یعنی پاکیتن میشیتنی اعمال قبول جز بدش و عبادت اگر وچی لحن خبر کرد ابر ام متن رکین بدن دی عمل آریا یعنی و نلا اکوز وای و رکی و رکی وسیتنی الله تعالى رزیتیر و خوشتیر الله تعالى خوش و رزیتیر ویری عمل آریا زوا عبادت ابون هینا چیز لحیتا قرآن داي وحديث راي وأخير داي الله سبحانه وتعالى إخلاص سورة الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أم الله تكيا تكيا رب ولل إله ولل وترار وصفتر رب ولل يعني سوار شر خالق ودهام يا تكيا تك خالق يا سبحانه وتعالى ولي
حيوان رز إنسان رز رز جزوي وإدارة إزوي دحمية يعمل رل الله تعالى تكية وإله ولل تكية يعني تك هذا شنا عبادة إزوا جيوري عبادة ويري عملار تك هذا كل قرزوا دعاء يار سجدة يار قربانار ويري عبادتار وهكذا قرآن دا وحديث رتان ويقوان الله تعالى دين ترار وصفتار أبرل الله تعالى تك هارزوا وعدد أخشار ويدين أوش والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.